مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة لشوطنا الخامس في مجموع أشواط سن اللقاية هنا على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نتابع هنا المسيرة، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة مراسيل على الصدارة وعلى المركز الأول للشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي، تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول هتاشة، في المركز الثاني محمد بن حمد بن عمران لقتبي، والمركز الثالث هناك تأتي حصار حمد بن عوض بن زيتون لمهيري، والطايف على المركز الرابع سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، وتأتي هيبة خامسا علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، من تنطلق على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في الانطلاقات والتحديات هنا المتميزة وانطلاقات أرضية هذا الميدان هنا والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى هتاشة، من غيرت على الصدارة وعلى المركز الأول هتاشة، من انطلقت لمحمد بن حمد بن عمران نكتبي هيطر على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني مراسيل من تأتي على ثاني المراكز هنا للشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي، أتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث، المركز الثالث حصار الحمد بن عوض بن زيتون المهيري، من تنطلق على المركز الثالث بهذه الانطلاق، المركز الرابع هيبة العلي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري منطلقة على المركز الرابع، وصلت هنا القيادية، وصلت القيادية هنا خليفة بن حسن بن غليطة الغفلي، ويأتينا بالقيادية هذا الانطلاق على المركز الخامس هنا في هذا الأداء الجميل هنا 1400 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. هنا الصدارة، هنا الصدارة مع هتاشة على الصدارة وعلى المركز الأول، أسيطر على زمام الأمور محمد بن حمد بن عمران لقتبي، ومراسيل في المركز الثاني مع جسر العبور، هنا الشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي، وحصار حمد بن عوض بن زيتون المهيري، وهنا هيبة 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 العلي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، والقادمة هنا القيادية هنا خليفة بن حسن بن غليطة الغفلي أيضا قادم بهذه اللحظات على خامس المراكز، وأرى من الجانب الآخر أيضا حفلة أيضا تتسلى الراشد بن محمد بن علي بالقريني المنصوري هنا القادمة، ولكن مع 800 متر مع 800 متر مراسيل من انطلقت بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول، مراسيل الشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي يقدم مراسيل بهذه الانطلاقة، بن مشيطي مع هيبة، هيبة علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري مع هيبة بهذا الانطلاق، يسلم الله أبدا الرقص في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هيبة 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 من انطلقت بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول، سيطرت على زمام الأمور علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، مراسيل في المركز الثاني، مراسيل على ثاني المراكز الشبابي بن سالم بن مبارك الزرعي، هنا أيضا عادت بهذا الانطلاق، عادت بالتحدي وبالإثارة، هنا تنطلق بهذه التحديات، قدم في اللقاية هناك الطليلي يقدم لنا مراسيل بهذه الانطلاقة، سلام سلام على هذا الأداء، سلالة شاهينية غنية عن التعريف، تهانينا والناموس ولحظة الوصول إلى الفوز. المركز الثاني هنا هيبة علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، المركز الثالث هناك وصلت أيضا حفلة لراهب محمد بن علي بن المنصور، المركز
الرابع التاسع محمد بن حمد بن عمران اكتبي، مركز الخامس هناك وصلت ايضا الطايف سلطان مقليون حسوم الدرمكي، واربع دقائق 36 ثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.